كنت تقولي ان في تصوير يا باشا كنت تمكيشتلك. تتمكيجي ايه اكتر من كده؟ ده كده وابوك عينيه هتحط من وشه. لا هو معقول يعني؟ هو انا هلاقي زيك انت يا جميل؟ الا ابو عصمت يا حبيبتي طول عمره عينيه مليانه. قولي لها ما هو المكياج كده بيخلي العيون بحلاقي بتغير؟ اي نار. هو انا كده متمكيجه؟ ده انا كده على المحاره، ده انا ما بسيبش نقطه في وشي الا لما بملاها مكياج. فش هو ده اللي انا كنت عايزاه. والنبي تقولي لها تعيد الضحكه دي تاني يا عصمت يا بنتي عشان تستفيدي اكتر. ايه ده؟ انتوا بتتكلموا على ضحكتي؟ مالها؟ امنتي بالله بابا اتلم يا ابو شنب. انا مش عارف مالي. بصي يا شوشو انا عايزاكي في مهمه وطنيه. اموت في الوطني؟ واطيه انا كمان بموت في الوطن. خدوا المناصب والمكاسب بس سيبوني الوطن. خدوا يا فضحت يا فضحت في العماره. ليه يا اختي؟ خلينا نضحك شويه. وده بعيده بس. انا عايزاكي تقولي لي ازاي بتلاغي الزباين في الكباريه. امي قومي يا حاجه، قومي شوفي حاجه تعمليها. حاضر يا باشا. بيت اوعي تاخري على العيانين في المستشفى، حد يجرى له حاجه تشيلي ذنبه. ها انا كنت عارفه ان مرتبك ما ياكلكيش عيش حاف. اتلم يا بت. يا باشا انا مش فاهمه ايه اللي بيدور، بس قلبي قال لي وقلبي ما بيكدبش عليا. عايزه تاخدي عصير خبرتشي. ها نمره واحد. اكتب اتابع. حاضر يا باشا. تقنطريها وتقنبريها وعينك تسبليها، عزبون وتسنطريها، حواجبك ترقصيها، شفايفك تشفطريها. يا ليلى سودة اكتب الحاجات دي ازاي؟ نمرة اتنين البوط الابيض. اشمعنى؟ مين يعني شو الرجالة بيشعوطهم كده؟ البوط الابيض. البوط الابيض صح يا حاج؟ صح، خصوصا ابو سوسته من الجنب. نمرة تلاتة شعرك. ماله؟ تسقطيه في الحلة وتحطيه وبإزازة الأكسجين تصبغيه أصفر تمليطيه. الرجالة بيحبوا اللون الأصفر كده يا أختي، بيوهوجوا فيه. صح يا حاج؟ صح صح. مش عارف مالك. اللي أنت بتعمله ده حاسس إن سقعان. نمرة أربعة بقى مشيتك، لازم تتعدل مشيتك. التقصيع. برافو عليكي، إحنا كده خلصنا النظري، نخش على العملي. شنطتك تتوحيها وعلى كتفك تحطيها وتنطريها. معلش هو ايه اللي بتنطر وايه اللي بتطوح؟ لا بقول لك ايه، انا مش فايقالك، ركزي معايا. الله اهي، نطره شمال نطره يمين، نطره شمال نطره يمين، لف وارجع، نطره شمال نطره يمين. انا اروح اجيب بيره بقى، عايزاها سخنه صح؟ اه ده كملي حبيبتي كملي. بعد كده فقره الرقص، شنطتك تهزيها وعلى الزبون تحتفيها وتبدأي في الرقص. الرقص عبارة عن ايه؟ اتنين دربين دح والغرزة الضيقة، الدربين دح والغرزة الضيقة. ايه الدربين دح ده؟ استني يا ماما. اكتب اتابع. تتكتب بايه دي؟ اتنين حح. يا لئيمي. بصحتك يا حاج. كده المزة رجبت، اروح اجيب شويه مزه بسرعه. لا لا في حاجه تانية بس انا كنت عايزه اتكلم فيها يا حضرتك. بالنسبه للالوان اللي في خلقتك دي، يعني هي الدهانات ليها حد متخصص؟ متخصص وانا موجوده؟ بتشوفي في قدراتي؟ طب عليا النعمه اللي خرجت من تحت ايدي مكنه. يلا يا مها. يا امي.